في مدينة مانمو بالسويد. هذه المطاعم تلقى رواجا كبيرا ليس فقط عند الجالية العربية المقيمة هناك، بل حتى عند السويديين وكذا الأجانب. زهور غربي تجولت بين هذه المحلات وبعثت بالتالي. كثيرة هي مطاعم الأكل العربي في مدينة مالمو السويدية، أغلبها يجمع بين الأكل السويدي والعربي، ولكن بعض المحلات فضلت أن تتفرد بالأكل العربي لوحده. كل شيء مطلوب يعني كثير، بس إنه أكثر شيء الفلافل والشاورما الدجاج مطلوبة يعني كثير، بتنطلب أكثر شيء كفلافل، إنه خضروات هي أكلة بعيدة عن اللحوم، فبتنطلب من السويديين بأوقات الغداء، وفي شاورما الدجاج كمان. في مالمو موجودة عرب، جالية عربية كثيرة، ولذلك توجد المطاعم والأسواق العربية لكثافة السكان العرب الموجودين في مالمو. أطباق متنوعة تعودت عليها الألسن السويدية، فأصبحت تنطقها بسلاسة من أجل طلبها. إنها الفلافل، أحب الفلافل، وبالنسبة لي هي أكلتي المفضلة خاصة في الغداء. هناك الكثير من المطاعم الأكل العربي في مالمو لأن هناك جالية عربية كبيرة هنا، ويقدمون أكلا لذيذا وطبيعيا، وأنا أظن أن الفلافل أفضل ما يقدم هنا في مالمو. الأفضل بالنسبة لي عندما أتذوق الأطباق العربية أجدها لذيذة، فأنا أحب الفلافل والفول والكثير من الأطباق اللبنانية. المطبخ العربي فرض نفسه هنا بالسويد، فصار الكثير يجد فرقا بين ما يقدم له من أكلات عربية وبين ما تعود عليه من مختلف الدول الإسكندنافية.